متزوجة، حلمت بالبر مع زوجي وأخوه عبد العزيز، كان فوق تلة ضرب بالنار زوجي عقرب أسود خلفي، قلت لو جه بظهري ضربة. قال أخوه لي احمد الله، فحمدت الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب الرؤية بتقول إن في حد بيتكلم عليكي كلام غير مناسب، العقرب ده حد بيتكلم كلام غير مناسب، وربنا هيخلصك من هذا الرجل اللي بيتكلم كلام غير مناسب. واضح ان في تسلية، في تسرية على قلبك من الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا ما يدل عليه الخروج الى البر، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يعني في صرفية سعادة بينك وبين زوجك في الايام القادمة، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. السلام عليكم، حلمت اني اصلي العصر في نفس المكان الذي يصلي فيه في الواقع، فجأة دخل أبنائي وقفوا خلفي كأنهم يريدون التكلم معي، ولكن قلت في نفسي سوف لا أبالي حتى أكمل صلاتي، وأكملت وسلمت وشكرا. أولا الصلاة في الرؤية صلة، يبقى لك طلب عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى، هتصلي إلى هذا الطلب بفضل من الله سبحانه تبارك وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأولاد لعلهم يصرفوك عن الوصول إلى هذا الأمر، لكن أنت صليتي وسلمت التسليمتين، ده دليل على أنك هتصلي إلى هذا الأمر الذي تطلبين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بتقول حلمت بشنطة جلد ثم اكتشفت أنها يمكن ارتدائها كشنطة ظاه عزباء. والله الرؤية بتقولك أن أنت داخلة على مرحلة ارتباط، داخلة على مرحلة جواز، والشنطة دي حقيبة من الزمن، ولكن انت بتقولي ممكن تبقى حقيبة ظهر، لعلمك ان انت خايفة من الزواج، خايفة تشيلي هم، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، لان حقيبة الظهر في الرؤية هي تدل على حمل الهم، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. لكن الشنطة حقبة زمنية فيها فرح فيها سرور، قالوا الشنطة من الايه، من اللباس من الزينة كذلك، والله أعلم. هل الرؤية إذا لم تفسر لا تقع؟ لا تقع، لو ما تفسرتش تقع كذلك، ولكن إذا وافقت القدر فتقع، تقع مش شرط إن هي تتفسر. لكن لو هي وحشة، لو هي رؤية مش كويسة وأنا تعوذت بالله منها ولم أقصها على أحد، لا تقع، لم يضرني منها شيئا، والله أعلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.